أهلا ومرحبا بكم في قناة قوي عقلك. سأعرض لكم اليوم في هذا الفيديو 5 ألغاز تبدو من الوهلة الأولى سهلة وبسيطة لكنها خلاف ذلك. فإذا قمت بحل جميع الألغاز الخمسة بشكل صحيح فأنت حقا شخص عبقري وتتمتع بمستوى عال جدا من الذكاء. لا تنسى أن تكتب في التعليقات كم لغز من الألغاز الخمسة التالية قمت بحلها بشكل صحيح. هيا لنبدأ. اللغز الأول، انظر جيدا إلى هذه الصورة التي أمامك. من بين رجال العنكبوت توجد امرأة واحدة. السؤال هنا، أين توجد المرأة العنكبوت؟ الحل، إذا أمعنت النظر جيدا في الصورة فستجد أن هذه هي المرأة العنكبوت. ضع لايكا للفيديو إذا تمكنت من حل هذا اللغز دون مساعدتي. والآن ننتقل إلى الألغاز الأخرى والأكثر غموضا. اللغز الثاني، تخيل أنك تلعب تنس طاولة وفجأة وقعت الكرة عن طريق الخطأ داخل أنبوب بلاستيكي والذي يبلغ حوالي 30 سنتيمترا عموديا تحت الأرض. معك مضرب للتنس وأربطة وزجاجة من الماء. السؤال هنا، كيف ستحصل على الكرة؟ الحل، في حقيقة الأمر هذا اللغز سهل للغاية بشكل لا يصدق، فأنت لست بحاجة إلى مضرب التنس ولا إلى الأربطة. كل ما تحتاجه فقط هو صب الماء من الزجاجة في الأنبوب البلاستيكي، وحينها ستطفو الكرة بنفسها على سطح الأنبوب، فالأمر بسيط للغاية. اللغز الثالث، شيء غريب في الفندق. كانت المرأة في غرفتها في الفندق وفي لحظة ما طرق شخص ما باب الغرفة. ذهبت المرأة لتفتح الباب فرأت رجلا مجهولا، وفي نفس اللحظة اندهش الرجل وقال لها، أعتذر بشدة لقد أخطأت، كنت أعتقد أن هذه غرفتي. ثم ذهب الرجل. بعد أن ذهب الرجل أغلقت المرأة الباب وعلى الفور اتصلت بخدمة أمن الفندق. السؤال هنا، لماذا كانت المرأة تشك في وجود شيء ما خاطئ؟ الحل، هذه هي الإجابة الصحيحة. شكت المرأة في وجود شيء ما خاطئ وذلك لأن الرجل طرق الباب. إذا كان يعتقد حقا أن هذه هي غرفته فلما طرق الباب إذن؟ لكنه تصرف مثل اللصوص، طرق الباب ليتحقق مما إذا كان هناك شخص ما في الغرفة أم لا. اللغز الرابع، يوجد اثنان من العمال يعملان معا في الأماكن العليا وفي مكان قذر ومظلم، وبعد انتهاء يوم العمل خرجا معا إلى الشارع. وجه العامل الثاني كان متسخ للغاية بينما وجه العامل الأول نظيف جدا، فقد ذهب العامل الأول لكي يغتسل. السؤال هنا، لماذا حدث ذلك؟ الحل، يرجع الأمر في هذه الحالة إلى تأثير المرآة. فالعامل الأول نظر إلى نفسه في المرآة فرأى أن وجهه متسخا وملطخا بشدة فذهب لكي يغتسل. أما العامل الثاني لم يفعل ذلك، هو فقط نظر إلى وجه زميله النظيف فاعتقد أن وجهه نظيف أيضا لذلك لم يغتسل. اللغز الخامس، يوجد مع مايك وتوم 21 دولارا، مع مايك 20 دولارا أزيد من توم. السؤال هنا، فكم من المال يوجد مع كل من مايك وتوم؟ الحل، أنا على يقين بأن الكثير منكم يعتقد أنه يوجد مع الطفل الأول 20 دولارا ومع الآخر دولارا واحدا، لكن هذا ليس صحيحا. فإذا كان مع الطفلين 21 دولارا ومع مايك 20 دولارا أزيد، فهذا يعني أن مايك معه 20.5 دولار ومع توم نصف دولار فقط. لا تنسى أن تضع تعليقا أسفل الفيديو بعدد الألغاز التي قمت بحلها حلا صحيحا.
ضع لايك للفيديو ولا تنسى الاشتراك في قناتي. اضغط على زر الاشتراك الأحمر ثم قم بتفعيل جرس الإشعارات حتى تتلقى باستمرار المزيد من الفيديوهات الجديدة والمثيرة وتكون أول من يشاهدها. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.